أوبريت مصر قريبة اللي جمع نجوم كبار من مصر ودول عربية زي محمد منير وأنغام وفايز السعيد وغيرهم، نجح في جمع عدد مشاهدات تخطت 2 مليون على اليوتيوب في بداية عرضه. مصر قريبة كلمات نصر الدين ناجي، ألحان وتوزيع أحمد فرحات وإخراج تامر مهدي. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، نسير الغايب يعود وتلمس ايده الحيطان. مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحب. وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. قولي فين الغربة وانت وسط أهلك مش بعيد، ده الفرح لو زار ديارك يلقى جوه ديارنا عيد، يلقى سعادة الشدة إيه. سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام، سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام. نهار وليل مصر الصحية تبارك فيه بلاش بالمحبة تزيد الشوق يدوم، في مصر تقول من صباح الكل عليك حبيبي يا غالي، لسان الناس بالكلام الحلو ينقض سكر حالي، كل شي فيها طيب فيها حاضر فيها طيب، فيها يتلاقوا الأحبة وفي قلوب الناس تطيب. نهار وليل مصر صحية تبارك. بمجرد اطلاق المطرب تامر حسني كليبه الجديد 180 درجه حقق نسبه مشاهده عاليه جدا على موقع اليوتيوب. نجاح الكليب اعتمد على فكرته الجديده، وهي ان تامر بيأدي شخصيه مطرب بيصاب في حادث وبتسيبه كمان حبيبته، لكن الممرضه اللي بتعالجه بتقع في حبه وبتساعده على تجاوز محنته وبتحول حياته ل 180 درجه. لو رجع عشان تبعد بيني وبينها استنى، دي خدت بالها كويس مني ولا بعت وتخلت عني، مش زيك خالص على فكرة. الشخص اللي انت عرفتي دلوقتي تغير، مش ممكن يطلع لحظة صغير في واحدة معايا، مش خايف جنبها من بكرة. ولا عمري هاخد روحي، سيب روحي لروحي، وضعي معاكي من الأول خلاص، ده اللي بينا خلاص. 180 درجة تحول روحي، سيب روحي لروحي، وضعي معاكي غير الأول خلاص، ده اللي بينا خلاص. 180 درجة تحول ولا عمري هفوت. الموسيقار الكبير عمر خيرت هيقدم مجموعة من الحفلات بدار الأوبرا المصرية يوم 16 و17 و18 مارس الحالي، وهيقدم فيها باقة من أشهر مؤلفاته على مدار مشواره الفني زي ضمير أبلة حكمة واللقاء الثاني والبخيل وأنا والأيام وزي الهوى وامرأة عصرية وخلي بالك من عالم. Thank you.
من الواضح كده ان الممثلين الاتراك عجبتهم حكايه الاتجاه للغنى، فبعد ما اتجه الممثل خالد ارجانش الشهير بالسلطان سليمان للغنى، فاجئنا كمان الممثل الشهير اركان بيتاكايا بعد الاغنيه الترويجيه لفيلمه الجديد عالم جديد، والتجربه الاولى له في عالم الغنى. الاغنيه بتحكي مأساة الاطفال اللي بيعانوا من متلازمه داون. أكد البوب ستار رامي عياش أنه هيطلق ألبومه الجديد خلال أيام مع شركة بلاتينيوم ريكوردز، وأن الألبوم هيتضمن 12 أغنية متنوعة بين اللبناني والمصري والخليجي بمجموعة من الأشكال الموسيقية المتنوعة. لوين عم تاخد عمري مني، أنا كيف من بعدك في غني، يا ريت كل ما رح تتذكر إني حبيتك أنا. ضل تذكر هالكلمات حبيتك أنا. حبيتك أنا مش حلوي منك بالذات اتعذب انا، لاني انا ما في شي لك لحظات من قلبي انا. يا ترى مين بيهدد لقاء سويدان بالقتل وخطف بنتها؟ ايه اصل الحكايه وايه الموضوع؟ خليكم معانا اعترفوا كل حاجه.